اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من داخل استوديوهات قناه الشعب شوف تي في. واخيرا تم القاء القبض على مغنيه الكباريه دنيا بطمه. اذا مشاهدينا من خلال هذا البث المباشر والعاجل غادي نحاولوا نقربكم من تفاصيل هذا الاعتقال. تم اعتقال دنيا بطمه بالضبط باحد احياء الدار البيضاء من طرف الشرطه القضائيه لمراكش لايداعها بسجن لودايا بمراكش. اكيد كاملين تبعتوا قضية ما بات يعرف بحمزة مومبيبي من 2019، وهذه القضية يعني تفجرت بالضبط في 2019. هذه القضية هزات الرأي العام المغربي الكبير والصغير كيهضر على حمزة مومبيبي. شفناها الضجة اللي خلقات، شفنا الاعتقالات اللي فجراتهم هذه القضية، يعني مجموعة ديال الاعتقالات من بينهم شقيقة دنيا بطمة ابتسام بطمة اللي قضات عقوبة سجنية المدة ديالها كانت سنة سجنا نافذا، واليوم ها هي بدورها دنيا بطمة تم اعتقالها. يعني هذا الخبر اكيد هز الراي العام المغربي وال يعني كامل حتى العربي، كلشي كيسول شنو واقع بالضبط، واش بصح تم اعتقالها، واش هادو غير اشاعات ولا اخبار اللي هي زائفه. اليوم من خلال قناه الشعب قناه شوف تي في كناكدوا لكم هذا الخبر، فعلا تم اعتقال دنيا بطمة، وغادي نحاولوا نقربكم من كل كبيره وصغيره عندها علاقه دائما بهذا الخبر. إذا مشاهدينا فعلا اعتقلت شرطة مراكش قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء مغنية كباريها دنيا بطمة على خلفية قرار النيابة العامة، وبعدما قررت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقد بالرباط رفض طلب نقد دنيا بطمة يوم الخميس 28 دجنبر الماضي، وقد تم إيداعها بسجن لودايا بمراكش حيث تتواجد حاليا. إذا مشاهدينا دنيا بطمة في هذه اللحظات كتواجد بالضبط بسجن لودايا بمراكش، وتم اعتقال دنيا بطمة من بعد ما استوفى دفاعها جميع السبل بهدف الطعن، واليوم مطربة الكباريهات بالسجن القضاء مدة 12 شهر. وهذا الامر اللي خلى قناه الشعب قناه شوف تي في على انها تنتقل من سؤال المغاربه كاملين كيسولوا علاش دنيا بطمه مازال ما دخلتش للسجن، الى سؤال المغاربه كاملين كيسولوا كيفاش دنيا بطمه غادي تدوز مده السجن. وتساءل العديد من رواد العالم الازرق عن اسباب تعطيل الحسم في ملف بطله كباريها دنيا بطمه وعدم صدور قرار محكمه النقد بعد ازيد من سنه من توصلها بالطعن في قرار محكمه الاستئناف، الى ان تغيرت مجريات الامور بعد الحكم النهائي لمحكمه النقد يوم امس بالرباط، يعني بعدما رفضت طلب نقد دنيا بطمه. وفي هذه اللحظات مشاهدينا غادي ننتقلوا وغادي نحاول نقربكم من مجموعه ديال التفاصيل. افاد مصدر قضائي انه تم توقيف الفنانه دنيا بطمه قبل قليل باحد احياء مدينه الدار البيضاء. يعني شفنا مجموعه ديال الاخبار كتقول بانه تم اعتقالها في مراكش. حنا دائما من خلال قناه الشعب قناه شوف تي في كنكذبوا هذا الخبر وكناكدوا لكم بانه تم اعتقالها بالضبط باحد احياء مدينه الدار البيضاء. وحسب نفس المصدر اللي هو مصدر قضائي، فقد انتقلت الشرطه القضائيه بمراكش الى مدينه الدار البيضاء لتوقيف دنيا بطمة من اجل تنفيذ العقوبه الحبسيه النافذه صادره في حقها. وكانت محكمه الاستئناف بمراكش رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية صادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا، يعني تم رفع العقوبة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة مالية القدر ديالها 10000 درهم. وفي هذه اللحظات مشاهدينا غادي ننتقلوا باش نشوفوا تفاعلاتكم أكيد مع هذا الخبر العاجل دائما من خلال قناة الشعب شوف تي في. مرحبا بتساؤلاتكم تعليقاتكم، اللي عنده شي سؤال أو تعليق بخصوص هذه الواقعة احنا هنا باش نجاوبكم وباش نحاولوا نقربكم من كل كبيرة وصغيرة. وصلني تعليق في هذه اللحظات من عند سلوى اللي كتبات واش بصح شدوها في مراكش. احنا كنأكدوا لكم بانه دنيا بطمة تم اعتقالها بالضبط باحد احياء مدينة الدار البيضاء وماشي في مراكش، عكس الاخبار اللي راجته بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي. فدنيا بطمة تم اعتقالها باحد احياء مدينة الدار البيضاء. اذا مشاهدينا غادي نشوف تفاعلاتكم من خلال هذا البث المباشر والعاجل دائما من خلال قناه الشعب شوف تي في. نشوفوا تعليق اخر من عند سلوى زهران الربيعي، سلوى زهران الربيعي اللي كتبات انا صراحه كنت تايقه في القضاء المغربي النزيه وكنت حاسه بانه الحق الضحايا ما غاديش يمشي هباء منثورا. كان هذا هو التعليق ديال سلوى اللي عبرات على الراي ديالها من خلال هاد لو كومونتير. اكيد مشاهدينا كاملين تبعتوا
المأساة ولا المعاناة اللي عانوا منها ضحايا حساب حمزة مون بيبي. البعض منهم توفى، البعض منهم دخل في حالة اكتئاب، البعض منهم يعني كان قريب على انه غادي 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 يتزوج وغادي يدخل الحياة الزوجية، وبسبب هذا الحساب يعني الشمل ديالو كيف ما كنقولوا يعني الدارجة ديالنا الشمل ديالو تشتت بهذا المفهوم يعني. والسبب كان هو حساب حمزة مون بيبي، يعني شفنا مجموعة من بينهم اكيد الإعلامية المشهورة واللي اكيد العرب المغربية مريم سعيد اللي كانت يعني مخطوبه وكانت على ابواب على انها تدخل في علاقه زوجيه، وبسبب هذا الحساب يعني انفصل عليها الزوج ديالها من بعد ما نشر حساب حمزه مون بيبي مجموعه من الصور ديالها اللي اكيد الزوج ديالها يعني ما تقبلش على انه يشوف مريم سعيد في هذيك الوضعيه. تعليق اخر مشاهدينا وصلنا في هذه اللحظات، يعني ما شاء الله كنشوف تفاعلاتكم كبيره من خلال هذا البث المباشر والعاجل دائما من خلال صفحتنا الرسميه شوف تي في اوفيسيال. تعليق اخر من عند فوزيه جهراني اللي كتبات واش بصح تعتقلات؟ فعلا فوزيه جهراني دنيا بطمه حاليا بسجن لودا، يعني في هذه اللحظات اللي حنا كنحاولوا نقربوكم من هذا الخبر هي كتواجد بسجن لودا باش تادي يعني ولا باش تقضي العقوبه السجن يا صدر في حقها. حنا عارفين بان حتى حد ما فوق القانون، يعني هي دارت عقوبه واكيد حنا كنثقوا في القضاء ديالنا النزيه، يعني ما يمكنش على انها غتدخل للسجن وهي ما دايره والو. شفناها يعني خرجت من خلال مجموعه ديال لي لايف كتبكي وكتحاول على انها يعني تخلي الراي العام المغربي على انه يتعاطف معها. شفناها طلبات ايضا العفو الملكي من خلال بث مباشر، ولكن كيبقى يعني القضاء يعني قال كلمته الاخيره في هذا الملف، وتم اعتقال دنيا بطمه. يعني كل ما كان دايره والو راه اليوم ما كناش غنشوفوا اعتقالها، يعني هذيك الفئه القليله اللي كانوا كيخرجوا وكيكتبوا كيحاولوا على انهم يدافعوا عليها وكيقولوا بان دنيا ما دارت والو، ها هو اليوم القضاء جاوبهم وجواب كان مباشر، فعلا تم اعتقال دنيا بطمه. وصلني تعليق اخر من عند مريم اللي كتبات القانون لا يعلى عليه. فعلا مريم فالقانون لا يعلى عليه، واللي دار الذنب اكيد كيستاهل العقوبه. نورهان حنا اللي كتبات الحق يعلى ولا يعلى عليه، والله يمهل ولا يهمل، لابد تاخذ الجزاء. شكرا لك نورهان حنان على هذا التعليق. غزلان في هذه اللحظات اللي كتكتب ليا واش تعتقلات؟ نعم دنيا بطمه تم اعتقالها غير من دابا شويه، يعني بعد قليل تم اعتقال دنيا بطمه، وحنا حصريا من خلال هذا البث المباشر والعاجل كنحاول نقربوكم من كل كبيره وصغيره ومن تفاصيل اعتقال دنيا بطمه. تعليق اخر من عند عبد الرزاق منصوري اللي كتب اذا غتصوم في السجن؟ اللهم لا شماته، حنا اكيد ما غاديش نشمتوا فيها، وانما حنا كنحاولوا نعطيكم هذا الخبر، يعني العقوبه السجنيه صادره في حق دنيا بطمه هي سنه سجنا نافذا. مجموعه ديال لي كومونتير، شكرا لتفاعلاتكم، يعني كنشوف تفاعل كبير من خلال هذا البث المباشر على هذا الخبر العاجل والمباشر اللي حاولنا نقربكم من خلاله من كل تفاصيل اعتقال دنيا بطمه. تعليق اخر من عند سهيله الادريسي اللي كتبات واش بصح تم اعتقالها وكيفاش وعلاش؟ كيفاش وعلاش؟ اكيد كاملين ما كاينش شي مغربي ما عارفش القضيه ديال حمزه مون بيبي، يعني راه حمزه مون بيبي راه دار واحد البوز ودار واحد الجدل اللي كان غير مسبوق يعني في المغرب. حنا يعني ما كناش متعودين على اننا نشوفوا حسابات بهذا النوع، يعني كينشروا صور اللي هي اباحيه، صور مخله بالحياء، فيديوهات تسجيلات صوتيه اللي كتضر بالحياه الخاصه ولا كتمس بالحياه الخاصه المجموعه ديال المشاهير، مجموعه ديال الفنانين، مجموعه ديال الشخصيات اللي هي مشهوره في المغرب. اذا مشاهدينا في هذه اللحظات غنحاولوا نقربوكم من كل كبيره وصغيره. تعليق اخر من عند الهام كوسميتيك مخلص اللي كتبات واش بصح؟ يعني كيف ما كنشوف يعني من خلال التعليقات ديالكم الناس مازال ما تيقينش ومازال ما مستوعبينش بانه واش فعلا تم اعتقال دنيا بطمه. حنا هنا اكيد باش نحاولوا ناكدوا لكم هذا الخبر وفعلا تم اعتقال دنيا بطمه. تعليق اخر من عند نونا اللي كتبات سرها اللهم لا شماته، حنا ما كنشمتوش فيها وانما كنحاولوا نعطيكم تفاصيل هذا الخبر حصريا دائما من خلال قناه الشعب قناه شوف تيفي، وغادي نكشفوا لكم عن معطيات حصريه وغير مسبوقة بخصوص هذا الاعتقال. ميغ إيلي اللي كتبات واش تم استدعائها ولا اعتقال هكا؟ لا ماشي تم استدعائها وانما تم اعتقالها. يعني وبالنسبه للمشاهدين اللي عاد التحقوا بنا في هذا البث المباشر، انا هنا باش نحاول نذكركم من جديد بتفاصيل هذا الخبر العاجل والمباشر دائما من خلال استوديوهات قناه الشعب شوف تيفي.
افاد مصدر قضائي انه تم توقيف دنيا بطمة قبل قليل، يعني غير من دابا شويه تم اعتقال دنيا بطمة باحد احياء مدينه الدار البيضاء. وحسب نفس المصدر اللي هو مصدر قضائي اكد لنا بانه الشرطه القضائيه انتقلت بمراكش، يعني الشرطه القضائيه بمراكش انتقلت الى مدينه الدار البيضاء لتوقيف دنيا بطمة من اجل تنفيذ العقوبه الحبسيه النافذه الصادره في حقها. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية صادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة مالية القدر ديالها 10,000 درهم. وبالنسبة لسياق هذا الاعتقال، يعني كنشوف مجموعة ديال التساؤلات، غادي نحاول نذكركم بأن إدانة دنيا بطمة، يعني تمت الإدانة ديالها في الملف اللي توبعت الأخت ديالها ابتسام بطمة من بعد ما تمت المتابعة ديالها بجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال وأشخاص وصور دون الموافقة ديالهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك. إذا مشاهدينا، كان هذا هو سياق اعتقال دنيا بطمة. يعني فعلا اليوم الأربعاء قبل قليل تم اعتقال دنيا بطمة على خلفية قرار من النيابة العامة، وبعدما قررت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة النقد بالرباط رفض طلب نقد دنيا بطمة. يعني شفناها يعني قامت باستيفاء جميع مراحل هذه الدعوة، خصوصا يعني من بعد ما استوفى دفاعها جميع السبل بهدف الطعن. واليوم مطربة الكباريهات أكيد دنيا بطمة بالسجن، وغادي تقضي بالضبط سنة سجنها اللي هي 12 شهر، وهو ما دفع قناة شوفتها في اليوم للانتقال من سؤال المغاربة. يعني كيف ما كنتو كتبعوا دائما قناه الشعب قناه شوف تيفي، ودائما حنا مع القضاء ديالنا والقانون المغربي فوق من كل شيء وفوق كل اعتبار. يعني كان دائما ما قناه الشعب قناه شوف تيفي كانت كتسال لماذا لم يتم اعتقال دنيا بطمة الى حدود اللحظه، ها هو اليوم القضاء المغربي جاوب المغاربه كاملين، والطريقه كانت مباشره لان دنيا بطمة غلطات، فعلا هي غلطات، ويعني هي ماشي مواطنه في اي بي ولا مواطنه فوق الكل، وانما هي مواطنه باقي المواطنين، وها هي اليوم كتقضي العقوبه السجنيه الصادره في حقها. اذا مشاهدينا، في هذه اللحظات غادي ننتقل من جديد ونحاول نشوف تفاعلاتكم، لانني كنشوف مجموعه ديال الاسئله، يعني كنشوف الراي العام المغربي كلشي كيسول من بعد ما راجت هذه الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. بزاف ديال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعني ما صدقوش هذا الخبر، هادشي علاش خلاهم يجيو دائما لقناة الشعب قناة شوف تيفي اللي دائما شعارنا هو الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. تعليق اخر مشاهدينا من عند عبد الرزاق المنصوري اللي كتب الا دار شي حاجه مخالفه للقانون، اللي دار شي حاجه مخالفه للقانون يستاهل السجن. فعلا وهادشي اللي كنحاول ناكدو اكيد من خلال هذا البث المباشر والعاجل والتفاعلي دائما من خلال قناه الشعب شوف تيفي. يعني تعليقاتكم حنا كنحاولوا نقراوها وكنحاولوا نوصلوا صوتكم لكل المغاربه اللي اكيد كيشاهدونا من خلال هذا البث المباشر والعاجل. نشوف مشاهدينا تعليق اخر من عند سكينه اللي كتبات فعلا نحن مع القضاء المغربي ودنيا بطمة ماشي مواطنة في اي بي. اكيد شفنا هذا المصطلح ديال مواطن في اي بي خصوص يعني انتشر بشكل كبير ولا ارتبط بالفنانة دنيا بطمة، كلشي كيسول علاش مش تمشي اعتقالها. يعني هذه القضية بالنسبة للمشاهدين اللي ما فاهمينش سياق اعتقال دنيا بطمة، انه هذه القضية ديال حمزة موبيبي، انا ما كنهضروش على قضية يعني وليدة اللحظة، قضية ديال نهار ولا ديال شهر ولا شهرين، راه من 2019، راه من 2019 وهذه القضية يعني بدات 2019 الى حدود اليوم تم اعتقال دنيا بطمة. فعلا تم اعتقال مجموعه ديال المتورطين ولا المشاركين ولا اللي دخلوا واستعملوا حساب حمزه مونبيبي، الحساب اللي كان على موقع سناب شات. مجموعه ديال المواطنين، يعني مجموعه ديال المشاركين في هذا الحساب تم اعتقالهم، من بينهم خت دنيا بطمة ابتسام بطمة كاملين شفناها، يعني فعلا تعتقلت ودوزات سنه سجن نافذا. حتى لهنا كلشي كان مزيان، ولكن يعني اللي ما فهموش المغاربه هو علاش دنيا بطمة ما تمش اعتقالها، شنو السبب، علاش، شنو علاش دنيا بطمة من يعني هي من دون يعني هاد المشاركين في هذا الحساب اللي هو حساب حمزة موبيبي. ها هو اليوم القانون المغربي والقضاء المغربي جاوبهم
وحتى الجواب يعني كان مباشر وواضح وبواحد الطريقه اللي هي واضحه. ها هو اليوم تم اعتقال دنيا بطمه، اللي كان مؤخر الاعتقال ديالها هو ان دفاعها كان كيقوم بمجموعه ديال الطرق ولا السبل بهدف الطعن في القرار، يعني لا الابتدائي لا الاستئنافي. ولكن اليوم بعد ما الدفاع ديالها استوفى جميع السبل وجميع الطرق بهدف الطعن، اليوم يعني دنيا بطمه هي دخلت للسجن بحالها بحال اي شخص يعني كيرتكب شيء مخالف للقوانين القانون. اذا المشاهدين غادي نحاول نذكركم بتفاصيل هذا الخبر. فعلا اعتقلت شرطه مراكش قبل قليل من مساء اليوم الاربعاء، يعني غير من دابا شويه، تم اعتقال دنيا بطمه على خلفيه قرار من النيابه العامه، وبعدما قررت غرفه الجنايات الاولى بمحكمه النقد بالرباط رفض طلب نقد دنيا بطمه بالضبط يوم الخميس 28 دجنبر الماضي، وقد تم ايداعها بسجن لودايا بمراكش حيث تتواجد حاليا. واعتقلت وتم اعتقال دنيا بطمه من بعد ما استوفى دفاعها كل سبل الطعن، واليوم دنيا بطمه بالسجن القضاء مده 12 شهر، وهو ما دفع قناه الشعب شوف تيفي على انها تحاول تواصل مع المغاربه. ونفتحوا لكم هذا البث المباشر والعاجل باش ناكدوا لكم هذا الخبر حصريا من داخل استوديوهات قناه الشعب شوف تيفي. ويتساءل العديد من رواد العالم الازرق ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اسباب تعطيل الحسم في ملف دنيا بطمه وعدم صدور قرار محكمه النقد بعد ازيد من سنه من توصلها بالطعن في قرار محكمه الاستئناف، الى ان تغيرت مجريات الامور بعد الحكم النهائي لمحكمه النقد يوم امس الرباط برفض طلب نقد دنيا بطمه. اذا المشاهدين حاولنا نقربوكم من كل كبيره وصغيره، ومصدر قضائي اكد لنا حصريا القناه الشعب قناه شوف تيفي على انه فعلا تم توقيف دنيا بطمه قبل قليل باحد احياء مدينه الدار البيضاء، ماشي في مراكش وانما هنا بمدينه الدار البيضاء تم توقيف واعتقال دنيا بطمه. وحسب نفس هذا المصدر القضائي اللي اكد لنا بان انتقلت الشرطه القضائيه بمراكش الى مدينه الدار البيضاء لتوقيف دنيا بطمه من اجل تنفيذ العقوبه الحبسيه النافذه الصادره في حقها. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة القدر ديالها 10,000 درهم. كانوا هادو هما تفاصيل توقيف دنيا بطمة، وغادي نمشي نشوف أكيد تفاعلاتكم. مرحبا اللي عنده شي سؤال أو استفسار أو يعني تعليق بخصوص هذا الواقع، إحنا هنا باش نحاولوا نقراو جميع تعليقاتكم واستفساراتكم اللي عندها علاقة أكيد باعتقال دنيا بطمة. غنشوفوا مشاهدينا في هذه اللحظات تعليق اخر غنحاول. لميش عمر اللي كتب لا يوجد شخص اعلى من القانون، اكيد لا يوجد شخص اعلى من القانون. يعني دنيا بطمه دارت الذنب، وحتى حنا يعني بالعاميه بالدرجه ديالنا راه كنقولوها اذا دار الذنب الساعه العقوبه، والقانون واضح في هذه الامور. يعني كنشوف ما شاء الله تفاعلاتكم ايجابيه والله العظيم، الى قدامي لي كومونتير اللي كنشوف يعني جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعني فرحان اليوم من بعد هذا القرار. تعليق اخر انا كنقول يعني الاسم والنسب حسن كريم اللي كتب يحيى العدل، اكيد يحيى العدل، ولا شيء فوق العدل ولا شيء فوق القانون المغربي. وهذا الجواب يعني كان واضح صراحه، كان واضح وبطريقه اللي هي مباشره انه فعلا تم اعتقال دنيا بطمه. تعليق اخر مشاهدينا كنتوصلوا به في هذه اللحظات من عند لميس ايني اللي كتبات فعلا دنيا بطمه عذبات ناس بزاف، والناس تعذبوا بسببها، وناس بكاو وناس تشردوا، وها هي اليوم غادي تكون في السجن. سبحان الله العظيم، اكيد هذه القدره الالهيه، وسبحان الله العظيم فعلا، لانه يعني ملي كتفكر المتضررين بهذا الحساب، يعني شفناهم بكاو، شفناهم الخرجات الاعلاميه اللي خرجوا فيها من خلال قناه الشعب قناه شوف تيفي، لانهم دائما ما كانوا كيختاروا قناه الشعب شوف تيفي باش كيحاولوا على انهم يعبروا على شنو عندهم بطريقه اللي هي مباشره، يعني كيهضروا بلا خلفيات بلا امور ولا بلا واحد الامور اللي هي الاحكام مسبقه، يعني كيهضروا بواحد طريقه مباشره، لانه هذه قناه الشعب قناه شوف تيفي مرحبا بالكل، واكيد القناه هي للشعب. فكانوا دائما كيختاروا قناه الشعب شوف تيفي باش كيحاولوا على انهم يحكيو ويتقاسموا مع المغاربه معاناتهم من هذا الحساب اللي هو حساب حمزه مومبيبي، اللي والله العظيم الا دمر عائلات. راه يكفي انك غير 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 تكتب حمزه مومبيبي في مواقع التواصل الاجتماعي فغتلقى المتضررين من هذا الحساب، يعني كاين اللي كيبكي، كاين اللي كيقول حسبي الله ونعم الوكيل، كل واحد وكيحاول على انه يشاطر الالم ديالو مع المغاربه بطريقته. ولكن ها هو اليوم القضاء المغربي خدا لكم حقكم ونصفكم من خلال اعتقال دنيا بطمه. نشوف تعليق اخر مشاهدينا من عند مهدي إيناسي اللي كتب فعلا يحيى العدل، وشكرا قناة شوف تيفي لأنكم دائما كنتوا تيقين في المتضررين.
اكيد قناه الشعب قناه شوف تيفي كان دائما ما كتواصل ودائما ما كتواصل مع الراي العام المغربي بكل التفاصيل والحصريات اللي عندها علاقه بهذه القضيه. يعني من الاول ديالها احنا مازال يعني من بعد ما تم يعني من بعد ما بداوا البوادر الاولى ولا الشراره الاولى ديال حساب حمزه مومبيبي قناه الشعب قناه شوف تيفي كانت مواكبه هذه القضيه يعني وكانت دائما ما كتواصل مع الراي العام المغربي من خلال مجموعه ديال اللايفات مجموعه ديال اللقاءات ومجموعه ديال البرامج اللي اكيد دائما كانت كتحاول لانها توصل للمغاربه بان فعلا حمزه مومبيبي والحساب حمزه مومبيبي راه 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 كان كارثه راه راه فرق عائلات راه بكى ناس راه واش نتوما عارفين بانه بزاف ديال المتضررين من هاد الحزاب راه دخلوا في حاله اكتئاب راه كاين اللي كيفكر في الانتحار راه ما تخيلوش شنو هاد الحساب كان داير في مجموعه ديال الناس اللي متضررين راه بزاف صراحه والله ملي كنتفكروا شنو طرا للناس اللي فعلا كانوا متضررين من حساب حمزه مومبيبي راه بزاف من 2019 وهما كيتسناو فعلا تم اعتقال مجموعه ديال المتورطين في هاد القضيه واللي اسمائهم كانت يعني في هاد القضيه ولكن كلشي كان كيتسنى اعتقال دنيا بطمه. علاش؟ لانه دنيا بطمه شفناها في هذيك الفتره ديال حساب حمزه مومبيبي كانت دائما ما كتخرج من خلال اللايفات ديالها وكتشطاح في الكباريهات يعني لي ماكياج لي شوتينغ يعني كتخرج بيان ماكيي لباس يعني بحال كانت كتجاوبهم بواحد الطريقه غير مباشره بان هي ما مسوقاش. وفي هذاك الوقت الناس اللي متضررين من الحساب كانوا كيبكيو وكيقولوا يا ربي تاخذ حقنا يا ربي تاخذ حقنا. وهو اليوم فعلا القانون المغربي خدا لكم حقكم وتم اعتقال دنيا بطمه. اذا مشاهدينا قبل ما نختموا هذا البث المباشر والعاجل غادي نحاول نقربكم من تفاصيل هذا الخبر بالنسبه للمشاهدين اللي مازال كيسولوا لعدل التحقوا بنا وبغاو يعرفوا تفاصيل اعتقال دنيا بطمه. افاد مصدر قضائي لقناه الشعب شوف تيفي بانه تم توقيف الفنانه دنيا بطمه قبل قليل باحد احياء مدينه الدار البيضاء. ووفق نفس المصدر فقد انتقلت الشرطه القضائيه بمراكش الى مدينه الدار البيضاء لتوقيف دنيا بطمه من اجل تنفيذ العقوبه الحبسيه النافذه الصادره في حقها. أسبق المحكمة الاستئناف بمراكش أن رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة مالية القدر ديالها 10,000 درهم. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر العاجل والمباشر. نتلقاو في خبر آخر. إلى اللقاء.